لي طبعا عندك فكرة على الناحية الإدارية. هم دوسيات الكل موجودين هوني، كان حاشك معلومات أخرى أنا تحت امرك في كل وقت. في كل وقت؟ في كل وقت خدمة. تفضل نعمل دورة نوريك لوتيل. البيسين نتاعنا سي سي مزيانة برشا. البيسين من هنا سير شي مش من هنا. تفضل نقعد. كان تحكي لي شوية على سي الغول. سي الغول راجل عمل كيصح صعيب أما حقوقي، ما يحاسبك كان بالنتيجة، ما يدخلش في شقيقة ورقيقة، يحملك مسؤوليتك. أنا توا عندي 4 سنين نخدم معاه، الحق ما لقيت حتى مشكلة. قول هو بدا يبعد على الميدان كيف اللي طرت له نفحة، يبدأ ديما هرب من مرته، هو وياها ما يتفهموش. اي سي فري، لاحظت اللي فما تريسيتي ما يختفش بيناتهم في العشاء اللي تعشينا مع بعض، وكيف اللي تخزر لك في خزرة حرشة ولا كيف؟ انا ما تحملنيش على خاطر ديما مع سي الغول، ماشي في بالها اللي فما حاجة ما بيني وبينه، راجل قد بابا. ما كانتش هكا، اما تو مدة عامين مرضت مرضى كبيرة وصلت للموت، من وقتها تبدلت
ولات خيرية ياسر، هي عاونت المعاقين، هي عاونت المكفوفين، هي عاونت في بناء مدرسة جامع، وهي تفرني عادتي الغول بدأ يتقلق على خاطر بدات تفيلوا في الصرمية. والاخر طلع طلعتها تحب تبني مأوى العجز هوني قريب من الوتيل، تو لازم تحكي لك عليه. بربي يقول لي عايشك، علاش يا اخي يسكنوا هوني هم؟ علاش ما عندهمش دار، ما عندهمش محل؟ عندهم مرمى في الدار، عاد ماخذين سويت لهنا حتى توفى التصليحات. لفت ان اش تعمل انت بعد الخدمة؟ علاش؟ قلت زعما تستاذنك العشاء ناكلوا فيم مع بعضنا. ما نجمش. علاه؟ فما شكون سبقني في الاستدعاء؟ هذه حاجة ما تخصك يا شيخ. شنو هو تحط شي في بالك؟ غسرة وتعديت. شوف تحب ندبر لك خدمة جا بعثها للوتيل، حط كون تحب في الريسبشن، في الريستوران، في البيسين، في الانيماسيون، في البواتا. ها اوكي نعمل لها تليل. عسلامة، أنا بنت سارة، نجيب عساكم؟ إيش الحبورة؟ يا تويلت يا دي يا تويلت، أسمع دواز تويلت يا أخي، عينيك لشكون جاء وانتي؟ العونين ها؟ جات لأمي وهي رشيد نسيتها؟ هذي البلوندة، هذي يا جماعة الفاتحين، نحن جماعة الغامقين. شوف، نتفاهموا في حاجة، انت بنيه مزيانه، ايش قولك كان تبيع لي بوسه؟ بعت لا هذه واحده تفضل نمشي. اوي ثلاث هاو عدو فاول الميات مالا رجع لي بوستي. باهي ها؟ تحب تحصلني بوستي انا بجينا. ايوا عالكم طاب ليا كي بوها طلعت، تحسبها وهي طايره. باهي يلا مالا اعطيني بوسه بالكريدي. لا لا ما مالا كيف تسخن الدنيا؟ راه ما نجيوكش بعد البيسين، كان ما تعطينيش بوسه البيسين توا. ايوا. اي يزي غرقتني في البيسين، غرفتني. ايش هوني. هذه نحرق. عايشة صار عندي؟ لا عليه ما عنديش بيسين انا. ربي لطيف على ذكر البيسين، علاش مش كي تسخن الدنيا تجيب بعض اخوك تعمل غطسات؟ ها بسم الله عليا هاك اللي مزي قالوا تعمل غطسات سماح عليه. اش فما يا اخي؟ شنو اش فما؟ الدنيا مخلطة حمص وزبيب والشاي منشر منو ربي. لا يا خويا كثر خيرك. يا بنت يعملوا في برونزاج. اسمع قالوا برونزاج. طب بالله يا رشيد يا خويا الحيمتهم بيضة شاه يمشيوا يبشمطوها هكاك بالشمس مش حرام؟ والله لا فهمتوا علاه يعملوا فيها البرونزاج. قالوا برونزاج. وانت هادي وقتاش تجيب فاتو موجود معاها؟ تو لازم نبرمجوا ونطلوا عليك. شنو كاو؟ أكاو ماشي رشيدة؟ مالا شايعك؟ بيه؟ هاي خد الله أكون عايش عايش طيب عايش عايش ارتاح انت في عقلك اللي بعد وقت اللي تحبي جاني استنى فيك. Thank you.
اخي صالح وين؟ اخويا صالح مشى لسوق الاربع عنده بيع نتاع غنم توجي. ربي يعينو سلم عليه برشا. اسمع سارة ارمي واحدة بلاش ترى. ايه ما بنا هاي. سلام فينا. سلام سارة ينعلبوك الزين وكل عين وكل عوين يدمع عليهم ما عليهم. عطيني بوستي يتوعد ورا عازل. طب باقي ما عرفش هذيك ربي تروح. لا لا سيدي ما عادش نروح، واذا تهزني بالسيف نرمي روحي من الكاميون. يا لطيف لا الحد. اي نعم سيدي. وزيد انت حاجتك بيه. لا ربي بعثني ليك، انت لازم في جرتك برشا دعاء خير. كيفاش ترى؟ لا شفتك قبيله كيتا في السوق. راك ما عجبتنيش، انت راك ما تعرفش تاجر في السعد. انا مازلت نتعلم وانت تعرف. راحت انت كان سارح كيف ينام ما يعرفش الساعي، ما لا منه اللي يعرف. يبقى انا اخويا علملك انت بس. شوف يا سيدي، انت ما اكتشفني في العلانيش من عند الفلاح وتبيع. مرة تربح، مرة تخسر، مرة تجي قد قد، مش هكا؟ هكا. لا، مش هذاك الصواب. يلزمك ديما تربح. هذيك التجارة الصحيحة. باهي ماشي معاك، ايش لازمني نعمل؟ هي مو نركدوا العلانيش، كي ناخذوهم تو وما نبيعوهم كان في العيد، نتاع 50 يجيب 90. متفاهمين؟ لكن كي ترقدهم لازمك تصرف عليهم. هاي بالطبيعة، لكن انت فما حساب هنايك. شوف يا سيدي، كي ناخذوا 50 ولا 60 مع بعضهم، ها؟ قول الواحد منهم نصرفوا عليه 15 دينار قرطوا 1000، من بعد نهبطوهم للسوق كل واحد منهم يجي ب 100. اش صورت؟ 35. تقول 30 بركة سي، 30 في 50 هذا 1,500,000. وكي تكبر السرمية ويوليهم 100 علوش، هاو في 3-4 شهور تصور منهم 3 ملايين باردين في جيبك. بهيش هك شنو باهي؟ اما انا ما عنديش في الرقدهم. تي وانت ما عنديش في الرقدك. سهل ياسر هيك ريكوري. هاو نعرف انا ارض مهمله بسميت فيرمت عمار. هيك ريح فيها كوري وبير وبيض. ها توا تشوف الذهب كيفاش يدز اخويا صالح. وقت اللي نانت لها الرقد في العلاليش انت امشي تاجر في الجلود في الدجاج في اللي تحب. انا من اليوم مش نقعد نعيط لك يا بركه يا بركه يا بركه. الله يبارك فيك، حتى انا طول عمري بارك، عمري ما ريت بركه في هالدنيا. حتى انا كيفك. اما ان شاء الله نقوموا مع بعضنا. هيا عاد هيا دوب. يجوا يا حراير كلوا هالفطايره. تعرف شو عملت لهم بالشماته؟
شد عندك مقرونة ملبزة من حشف، طاجين محروق بحب، السلطة بترابها تعوم في الزيت وفي الخل، وزدتها بطلنا مكل الخبز البيتي عنده كله قرونة حطيته لك ماله بغيت مقويك كهو. وعديت الليل كامل وانا في الكوجينة كح كند اتقهر وامسح نظف ماله خايتي شو نعمل لها؟ شو نوصيك كي تعرس هالباب هذا سكر ما كانش تراسي لك نهار امه ونهار اخته ونهار اخت ونهار بنت عم تخالط امه برا عاد شي يسدنا ماله رد بالك كاش تراسي لك لا الك لا من صحتك ولا من فلوسك. لا انا نفرح بالضيف يا حلوه. استنى برك استنى توا كي تعرس وتعمل الضيف وتعمل دار توا وقتها ترجع لي كلامي. استنى برك هكا قولي خي وقتاش باش نفرحوا بيك؟ ها وقتاش ناكلوا هالبرج بقلاوه ولا حتى تصبر الشيء؟ ظروف يا نادر. انا ظروف يا خيتي انا ظروف برا وخيتي والراجل محلول كي الطوبة برا مشي يكبس لون وعذره انت شحال تقول ان شاء الله في غضون الاسبوع نتصلوا بيك وان شاء الله ان شاء الله تكون الامور اي نعم. بارك الله فيك سيدي الى اللقاء في الامان. ولا باس شبيك تكسرت لك بالزعفران؟ شوف رضا انا راني فديت من الكلمات وسلامات بتاع الناس ومنشة العباد وقتاش باش تعرس وقتاش نفرحوا بيك وقتاش ناكلوا برج البقلاوه؟ شنو يا اخي؟ هكا طبعا وقته الحكايه هذيا بتاع بيروات خليك نمشي وراس راس بعد فطير قنقوم نحكيو فيها. يا الناس الكل تحكي في الحكايه هذي في البيروات توا بركه كنت بحضة حنان ونادره تمقعوا عليا حتى شب يتمقعوا عليك؟ لا هما خير منك. اسمع اقول لك بيناتنا هذيا حنان هذيك النهار كله هي متقبطة ثلاثة مجلات وأربعة كتب متاع عشق وهي وحنان وكانك بالأخرى طبالة شو اسمها نادرة. نادرة الراجل اللي ماخذته ما ناقص كان تلبسه روبه وتعمل له رمية سكر على وجهه. مش هما بركة يحكيو الناس الكل هتوتوت يا عندهم الحق راهو شبيك لا عام الاثنين مخطوبين خمس سنين وداخلين في الستة. يلا باع عندك الحق مش تبني نعمل هاك تشوف الدنيا مشي على فيها النار التلفزة هاك كبيرتها بسبعمية ألف في الجدار متر على عشرين بك الهسمة شبيك مهبولة هذا مخلف بيت النوم بيت الصالة بيت القعاد الكويزينير اللي تركع فيها العين فوق الميتين شبيك يا ما تنساش الكرهبة اللي هدت لي حيلي أبروبو وربي العظيم نحب نبدلها كالكرهبة نحب نرتاح هذا زيدهم الصالة والعواده لحشت بساله ولحشت بعواده البلديه تكفي. لا سامحني سامحني انا رئيس قسم الحسابيات نعرس في البلديه عليه بابا ميد شبيك يلا رانا في سبرنا احنا نكتبوا صديق في جامع حموده باشا اللي يقول لك وانت يا بروبو لما نعمل لك عرس بالزازا في اعز وتيل ونهبط لك اكبر فرقه واكبر عواده فهمنا؟ فهمنا. اما شو نقول لك ما عادش نحبك تمد وذنك هذه كلمه تهزك وهذه كلمه تردك ما نحبهاش ثقه ثقه العمية فيا فهمنا. اليوم سامحني راني ما نجمش نفطر معاك على خاطر عندي قضيه ونبطى شوي هاي في الامان. سلامة.
اي باش يا خويا في ايه اي قلت لي يعطيك الصحه اي انا نهبط بالزبه يرحم والديك تهنى تجيبي لي وينك انت يا راجل عيش خويا عيش خويا وعينيك محلوله يا عيش خويا اي اي تبعوني بيها برا فرحتني الله يفرحك صفا صفا كل شيء بجر ربي عينك سي مختار ايوه عرفتكمش البلايصه يا خويا بالضبط الشيء اللي وجع لي ايوه اما الحقيقه الوقت الحاضر ما عنديش فلوس فلوس يا اخي انا كلمت مع الفلوس اخي انا توا احنا بيناتنا فلوس الناس راهي بوجوها يا خويا عايشك سي مختار يرحم والديك من غير ما عايشك مالا سي توكل على الله وخدموا على رواحكم وخلصوا وقت اللي تحبوا كما تحبوا بهيش حكاية وانت يا مبروك والله فرحت لك اللي ارتحت منه ولك عمار مش ناس مليح بكل بالاخص معك كنت ما عمش معك نبليح مش نعمله يا مختار اللي خذلك خبالك الله غال اما ان شاء الله منا احنا متراكين المليح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي هان فيت حات بارك الله فيك واخذ مع رواحكم وربي عينكم اما حاجة واحدة عمار ردوا بالكم منه راه مش اسم الله تهنى سي مختار تهنى تهنى يرحم والديك بالسلامة سي مختار عايش خير مال شرف فرحة الأولاد حسيت خير مال أيوة المرة في الفاكس بعد الفاكس الفول كيف هي سوبليمونتير اي سوبليمونتير رغم ما كل تسمى هز لبيوس ونمشي للمطار سيرجي سيرجي وي بلي ندق على الجليلة ما وجدناها فما شدها كريس كريس قال شنو عندها الفدا والقلب في روحك ترى حكم بعثنا نجيبوا الطبيب بارك الله فيك خير شوية طول الجيلة برا انت خلي سرشيد بحدي
الحمد لله. شنو حسين يا أخي؟ من اللي جيت وانت شادد هيك التركينة؟ اخرج أخي، البيت ما عادش لنا جملان وكنسها لنسايقها. فين باش نمشي؟ شنو فين باش تمشي؟ اخرج قبل الناس، تفرهد، شم الهواء، قابل أصحابك، قد إيه باش تبقى مكبي كيف هكا؟ مش مازلت عندي بشراب، مش مازلت نسوة في الدنيا. عم ربي في بالك عايش أخي، كما يقولوها حلو ومر حتى يتعدى العمر. المر حتى يتعدى العمر. المرة هك عديتو، احسب روحك راك تولدت من جديد، ابدا حياتك من جديد. تعرف شي حابسة لطيفة؟ حاجة ما تنساش، بس في حاجة الداخل تكسرت ما عادش تصلح. يزي متخلويه كل شيء يتصلح. ايه تو تتعدى الايام وتنسى وترجع تخدم. نخدم بالله. قولي ايش تحبني نخدم؟ اللي تحب انت. ما اخوك رشيد قال لك يجاني للوتيل والخدمه اللي تحب عليها يعطيها لك. ساعدنيش علي؟ ترضاني اخويا مدير وانا قرصون عنده؟ به كي انتي روحك عزت عليك نخدم مع سيدك. مش نخدم مع سيدي، سرح له بالناجات. ارجع لخدمتك الاولانية. مش هذا الحل، مش هذا الحل يا لطيف. اخواتي الكل كونوا رواحهم، زادت لهم الايام، انا ما يساعدنيش نعود نبدا من الصفر. به مالا شنو الحل؟ حل حل نخرج للخارج. نعم سافر لبرا. تخرج الخارج؟ انت ما قديتش روحك هوني باش تقد روحك لبرا؟ ما شفتش خوك رشيد كيفاش رجع مطرده؟ وهذا زعمة مشى فيها مات الغفله، وقاري اكثر منك وفاهم اكثر منك. خلي انت يلزمني نخرج، يلزمني نشوف حظي غادي، يلزمني نشوف شنو الدنيا باش تعطيني. يا نطلع طلعه وحده يا نهبط هبطه وحده. لطف عليك اخي، لطف عليك. قل لي يا حسين، مش هم يقولوا اللي محكوم عليه ما عندوش الحق يخرج؟ تخافش علي كيك الناس كيفاش نتصرف.
جلولة، شنو أحوالك؟ قالوا لي تعبت اليوم. وانت شي همك؟ نتعب ولا نرتاح؟ كملت الجولف متاعك؟ برا تسهر في البريدج ولا مع كاتبتك فاتن؟ اما انا شي همك مني؟ نمرض ولا نموت؟ يا جليلة راهو ما نجمش نقعد نهار الكل وانا شدد لك راسك. عندك الطب وعندك دواك وربي يشفيك وهذاك هو. ربي يشفيني في قلبك راك تقول وقتاش تموت هتركه ونرتاح. نعرفك مليح، نفهمك من عينيك. اما ما تخافش، ما زلت لبس عليا، مانيش باش نموت لك على قريب. مالك ما زلت لبس عليك وماكش باش تموت على قريب؟ انتهت المشكلة. انتهت المشكلة، تقصص مليح. نعرفك تكرهني وهارب مني. يا بنتي ماش هارب منك، هارب من المشاكل والعرك والفضايح. صارينا واللي تعمل في المشاكل والعرك والفضايح بطبيعة. ما يزيش السلاح أزمة متاع سياح وسيادتك داخل عليها شندق بندق وتصرف الفلوس وتفرق فيها على الفقراء والمساكن والعجز وهاها. نعمل في الخير، نقرأ في حساب نهار آخر. لا يا لا، نقرأ في حساب اليوم. ثم برشا مصاريف، البنوك، إخلاص الخدامة، التجهيزات، هذا الكل حاجته بفلوس. الفلوس فلوسي ونعمل بهم اللي يظهر لي. هذاك هو، ندور وندور ونرجع نفس الحكاية. تعرفش كيفاش؟ نمشي نعمل بانو ونرتاح بخير ربي. حمام العرس إن شاء الله. ماشي تسهر مع فاتن؟ صحة بالمسبق. يعطيك الصحة. مرحبا فاطمة. اهلا اهلا اهلا. خمسة وخميس عزيز مشيت بلها خويا شي حميد شنعمل شنين صحتك؟ تمام لبس عليك تفضل ارتاح. فتيت وين شيخ مين؟ لبس شيخة شفما جديد؟ شو عامل فيك؟ قول لي عاد وين سارة لبس؟ لبس عليك يكي سبتكم يا خويا، جيت في موعد ناكك هوا عاد. مرحبا بكم، ان شاء الله عجبكم الوتيل. ده لهيل يعطيك الصحة. انت عاد راك شيخ ها؟ شمن شيخ يا راجل؟ زين يا عاد. والله الخدمة كلت لنا قلوبنا. تعرف شكون شيخينا؟ توريست. يجيو هون يصرف يفندقوا ويشتقوا وياكلوا ويرقدوا. سلاعي سلاعي واحنا نخدموا فيهم. هاو جيب تليكس، هاو جيب فاكس، هاو جيب مغادي، ابعث الاخرين للمطار، جيب الانجليز من المطار، هز السبانيول للمطار، طلع الاخرين في سيركوي. هذاك هو. شوف الماكله مثلا، اعطيك حاجه في السياحه يبدا الخير مبزع قدامك. وانت ما تنجمش تشهر في صحي المكرونه، في صحي المبرغل، في صحي فلفل. السلام عليكم. مرحبا يا علي. شنو احوالك؟ لبس عليك يعيشك. شو احوالك انت؟ يعيشك تفضل. مرحبا بيك. يعيشك. هذه فاتون اختي تعرف؟ تبيعها. هذاك يلا رجل
تشرفنا. سيد ممكن عبالك البيت دكوري قيكم نفتش عليكم سيد حاجتي بيك راني يجني البيت آفة شنو أحوال لبس مال هذا راجلك سامحوني قل لي عايشة شكوني هالشخطور دي نعرفها هكاكا وبرا تعرفها هكاكا وبرا وانتش عارفك بالفصائل هذوما تجي ديما لدار والسيد اللي يغزر لك قبيله كيف السيجار مين تعرفه تجي ديما لدار زاد هو ما نعرفوش كداش ما تعرفوش الراجل يغزر لك وتغزر له وتقول لي ما نعرفوش شنو باش تبدا في الحزاره توا يا عايشه تعرفني الريق نتاع الحزاره هذا ما عنديش اما الحكايه هذه فيها واو كيف الحكايه اللي حكيتها ليله العرس تذكرها انا راه مانيش ناسي وعمري ما ننسى مربوحة